حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت واني لا اراها الا الفار اذا وضع لها البان الابل لم تشرب واذا وضع لها البان الشاء شربت فحدثت كعبا فقال انت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قلت نعم قال لي مرارا فقلت افاقرا التوراه